10 كوارث غيرت وجه الكرة الأرضية وحياة البشر في الماضي. الكوارث دي كان ليها تأثيرها على الحياة البشرية وعلى المناخ في الكرة الأرضية، ونقدر نقول كمان إن هي غيرت مجرى التاريخ بعد وقوعها. عشان كده مهم قوي إن إحنا نتعرف على الأحداث والكوارث دي، ونشوف إيه اللي اتغير في الكرة الأرضية بسببها، وإزاي اتغيرت حياة البشر بعديها. بس قبليها شير ولايك للفيديو وكومنتك الجميل. العلماء والباحثين اكتشفوا ان البشرية انقرضت على سطح كوكب الارض سنة 73 الف قبل الميلاد، ووصل عددهم لحوالي 10,000 بني ادم فقط. العلماء قعدوا يعملوا ابحاث ودراسات على الحمض النووي البشري والادلة الجيولوجية. اكتشفوا ان في الوقت ده كان في بركان انفجر في المنطقة اللي موجود فيها اندونيسيا حاليا، واستمر البركان ده لمدة 10 سنين متواصلة، وكان الانفجار بتاعه كبير جدا لدرجة ان هو عمل شتاء بركان، وده أدى لتبريد الأرض كلها. وما نجاش من الكارثة ديت إلا عدد بسيط كان عايش في أفريقيا لحظتها. سنة 536 ميلادية واجه العالم بركان تاني شبيه ببركان أندونيسيا، لكن المرة دي كان في منطقة أيسلندا وأخف شوية، لكن كان له نتائج كارثية على كوكب الأرض والبشر. بركان أيسلندا استمر هو كمان 10 سنين ونشر ضباب أسود في كل أنحاء الكرة الأرضية، واللي نتج عنه ظلمة انتشرت في أنحاء العالم، وكان له تأثيره على المناخ العالمي اللي قام بتغييره ودمر المحاصيل الزراعية في الكرة الأرضية، ونتج عنه كمان عدم قدرة البشر على استمرار زراعة المحاصيل، وده أدى في النهاية لانتشار المجاعة والأوبئة والموت، لدرجة أن المؤرخ البيزنطي بوركوبيوس قال في كتاباته عن الكارثة ديت إن الشمس أعطت نورها من غير سطوع زي القمر لمدة سنة كاملة، وبسبب البركان ده انخفضت درجة حرارة الأرض حوالي درجتين كاملين، وده طبعا تسبب في كارثة تانية ونشر الشتاء في كل الأرض، والتلج تساقط في الصين في عز الصيف، وأصبحت الفترة ديت أبرد فترة على مدار 2300 سنة زي ما قال العلماء، وكان العام ده بداية فترة مظلمة استمرت معظم منتصف القرن، وانتشر الطاعون والوفيات في كل أنحاء العالم. كان حظ البشرية خلال القرن السادس الميلادي وحش جدا. قبل طبعا ما يخرجوا من كارثة بركان أيسلندا، بدأ الطاعون ينتشر سنة 541 ميلادية من قلب القسطنطينية واجتاح منطقة البحر المتوسط، وده كله أثر على المدن الساحلية، ثم شق طريقه من خلال أوروبا وصولا لآسيا، واستمرت الموجة الأولى من الطاعون لحد سنة 549 ميلادية، واستمرت العدوى لمئات السنين، وبدأ الناس يتعايشوا معاه لحد منتصف القرن الثامن الميلادي. الخسائر في الأرواح وكل حاجة وصلت لمدى مهول جدا، لدرجة ان الطاعون ده قتل ملايين البشر اياميها. واللي حصل في طاعون القرن السادس الميلادي حصل ايضا سنة 1347 ميلادية. انتشر الطاعون تاني بس بشكل اخطر من خلال اوراسيا وشمال افريقيا، وده اسفر عن وفاة 60% من سكان العالم كلهم. مصدر الطاعون لحظتها بدأ من شبه جزيرة القرم، واللي انتشر عن طريق البراغيث اللي كانت اجتاحت العالم اياميها. تم تقدير عدد الوفيات اللي نتجت عن الطاعون ده ب 60% من سكان العالم، والطاعون ده ما انتهاش إلا سنة 1353 ميلادية. الجماعة الأوروبيين لما اكتشفوا الأمريكتين كان السكان الأصليين بتوعها لحظتها معزولين عن الأمراض والأوبئة اللي بتجتاح العالم كل شوية، وطبعا مع تشريفهم وحضورهم الجماعي للأمريكتين أول حاجة نقلوها للسكان الأصليين مرض الجدري. النتيجة إن أكتر من 95% من السكان الأصليين ماتوا بسبب المرض ده، يعني تقريبا حوالي 20 مليون شخص لقوا مصرعهم. وزي ما حصل سنة 541 ميلادية في أيسلندا، حصل كمان في نفس المكان ده سنة 1783، انفجر بركان عنيف هناك استمر لمدة 8 شهور متواصلة. البركان ده طفح حوالي 42 مليار طن من الأحماض السامة والأحماض اللي غيرت المناخ في الكرة الأرضية كلها، إلى درجة إن مات ربع سكان منطقة أيسلندا ومات نص الأبقار والخيول والأغنام، وأدى الانفجار البركاني ده لمجاعة في مصر وأفريقيا كمان، في ذات الوقت اللي عانت فيه أوروبا من ضباب قاتل استمر لمدة سنة كاملة، ودمر البركان ده المناخ العالمي وأسفر عن آلاف القتلى.
خلال الفترات اللي احنا ذكرناها سابقا كان العالم بيطلع من حفرة وبيقع في ضحضيرة. قبل ما يخلص او يخلص من أزمة بركان ايسلندا دخل في كارثة تانية سنة 1816 واللي اطلق عليها المؤرخين ان هي كانت سنة بلا صيف بسبب انخفاض درجات الحرارة العالمية. والكلام ده حصل بسبب انفجار بركان جبل تامبورا على جزيرة سومباوا اللي هي موجودة في منطقة اندونيسيا، واللي كان أكبر انفجار بركاني من حوالي 1300 سنة. البركان ده غطى الكرة الأرضية كلها بالرماد، والنتيجة شتاء بركاني أثر على أوروبا الغربية وشرق أمريكا الشمالية، وعانى الناس من البرد الشديد، وتساقط التلج في شهر يونيو، وفضلت الأنهار متجمدة لحد شهر أغسطس، وتوقفت زراعة المحاصيل بسبب اللي حصل، والنتيجة مجاعة ووفيات في جميع أنحاء نص الكرة الشمالي. لما انتهت الحرب العالمية الأولى تصور البشر على كوكب الأرض إن خلاص أسود فترة من فترات الحياة البشرية انتهت، لكن لسوء الحظ دي ما كانتش نهاية المعاناة. سنة 1918 بدأت الإنفلونزا الأسبانية في الظهور، واللي كان أصيب بيها العسكريين اللي كانوا مشتركين في الحرب العالمية دي، وكانوا راجعين لكنساس ونقلوها لأمريكا كلها، وانتشر الفيروس بسرعة، وخلال سنتين بالظبط أصيب حوالي 500 مليون بني آدم في كل أنحاء العالم. الفيروس ده قتل عدد غير مسبوق من الشباب بسبب إصابته لجهاز المناعة، وما كانش له علاج أياميها، وده فيروس دمر وخرب وقتل وأدى لسنوات طويلة جدا من سوء التغذية وسوء النظافة، وقبل ما ينتهي كان قتل من 25 ل 50 مليون بني آدم. في 29 أكتوبر سنة 1929 العالم كله اتصدم بانهيار البورصة في أمريكا، وتم إغلاق المصانع والبنوك والمؤسسات بعديها، والكلام ده جه بعد انهيار بورصة لندن بشهر، يعني انهيار كامل لاثنين من أكبر الاقتصاديات على ظهر كوكب الأرض، وده كان بداية عام فظيع جدا انهار فيه اقتصاد العالم كله، والبنوك فشلت وانهارت وأخدت فلوس الناس بسبب الاستثمارات والمضاربات اللي كانت البنوك شغالة فيها، وضاعت معاها مدخرات البشر. الحرب العالمية الثانية تعتبر من أكبر الكوارث اللي واجهت البشر على كوكب الأرض. الحرب دي بدأت في الأول من سبتمبر سنة 1939 في أوروبا، وانتهت في 2 سبتمبر سنة 1945، وشاركت فيها وتأثرت بيها غالبية دول العالم، وشارك فيها بصورة مباشرة أكتر من 100 مليون مواطن من 30 دولة. وخلال الحرب دي لقى 3% من سكان العالم مصرعهم، يعني بيقدر عدد القتلى فيها لحوالي 80 مليون بني آدم، وبعدها دخل العالم كله في معاناة لإزالة آثار النتائج. دي كانت أسوأ 10 كوارث مرت بالبشر وبكوكب الأرض خلال القرون اللي فاتت. ربنا يستر ونقفل ملف الكوارث دي خلال الفترة اللي جاية، لأن لو حصلت حرب العلماء بيقولوا إن الحرب دي هتدمر كل كوكب الأرض وهتقضي على البشر كلهم.